أهلا وسهلا مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تي في حلقة مباشرة أخرى جديدة لمناقشة موضوع توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصحة، وهي اتفاقية في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للمساهمة في تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وذلك أيضا ما نطمح إليه نحن أيضا بعد شد وجذب بين نقابات الأطباء بكل أنواعها وبين الوزارة كتجي هذه الاتفاقية اليوم. كيحضر معي في هذه الحلقة لمناقشة المكاسب في هذه الاتفاقية الموقعة بين وزير الصحة والنقابات، وطبعا لمناقشة انتظارات الأطباء والممرضين في زمن كورونا بعد مجهود خرافي وجبار قاموا به منذ بداية الجائحة في المغرب، ويستحقون عليه كل الثناء والشكر، وايضا يستحقون عليه تعويضات اضافيه. كيحضر معايا اليوم مولاي سعيد عفيف، وهو رئيس الفيدراليه الوطنيه للصحه، وايضا كيحضر معايا الدكتور المنتظر العلوي، وهو الكاتب العام الوطني للنقابه المستقله لاطباء القطاع العام، بالاضافه الى الحبيب كروم اللي هو رئيس الجمعيه المغربيه لعلوم التمريض والتقنيات الصحيه. سي مولاي عفيف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه وعلى الاختيار ديال هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعه. نعم، الدكتور منتظر العلوي اهلا وسهلا ايضا. تحيتي ومودتي واحترامي لكل المتدخلين والحاضرين بهذه الندوه ولكل المستمعين ولقناتكم المحترمه. نعم، شكرا لكم على قبول الدعوة، يعني في انتظار التحاق الحبيب كروم اللي كان معنا بعد قليل، وكنظن وقيل الى عطب تقني حال دون الرجوع ديالو، نتسناو ان شاء الله باش يلتحق بنا. اولا السؤال ديالي موجه لسي مولاي سعيد عفيف، بما انه غادي نبداو بالاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الصحة وما بين الفيدرالية، فشنو هو كان كواليس الحوار مع خالد اي الطالب وشنو النتائج ديالو؟ وايضا ذكر لنا ايضا حتى التحفيزات والزيادات اللي ممكن انه يستافدوا منها اليوم الاطباء في زمن كورونا بعد مجهود خرافي قاموا به في زمن الجائحه. اولا وقبل كل شيء، نعم، حنا تنحيوا من هنا كل الاطقم الصحيه اللي كانت في الصفوف الاماميه، وخصوصا الاطقم الصحيه ديال القطاع العام، وكذلك الإخوان ديالهم ديال القطاع الخاص، واللي جبت به اللي تنقولوا حنا في كل نقمة في طية نعمة، هو أنه هذه الجائحة بينات بأنه راه عندنا قطاع صحي واحد، كل شيء واقف ليد في ليد، في القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع الجامعي والقطاع العسكري، باسكو كل شيء كان مجند باش يسهر على الصحة ديال المواطنات والمواطنين، وانه نخرجوا باقل ضرر. وهذه الاتفاقيه راه ذكرتيها في التقديم ديالك، انه في الاول دائما كانت تجاذبات وداك الشيء، فبدلنا النظريه مع الوزاره الوصيه ديالنا، وانه تكون واحد الشراكه فعليه، واحد النقاش اللي كاع النقابات تطلب به، مش غير النقابات وكاع الفاعلين في القطاع الصحي، لا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص ولا من القطاع الجامعي، انه دائما تكون واحد المنهجيه تشاركيه باش يمكن لنا نستافدوا ويمكن لنا نحسنوا المنظومه الصحيه تبعا بالطبع التوجيهات ديال صاحب الجلاله. لحقاش نعرفوا انه صاحب الجلاله نصره الله دعا اكثر من مره انه اعاده المنظومه الصحيه ديالنا، وخصنا منظومه صحيه مغربيه، ماشي تكون سانجي على فرنسا ولا هذا. اذا هذه المنظومه الصحيه ما يمكن لها تكون تعاود ويتعاد فيها النظر الا بالمشاركه الفعليه ديال كاع المتدخلين في الشأن الصحي، وكذلك بما أن البلاد ديالنا مشات في إطار الجهوية المتقدمة، فخصنا تكون عندنا هذه الجهوية المتقدمة في المنظور ديالنا، لحقاش اللي تصلح للدار البيضاء ماشي هي اللي تصلح الرشيدية، ماشي هي اللي تصلح الفاس،
فإذا تتركز هذه الاتفاقية أولا على المساهمة في التربية والتوعية والتحسيس والوقاية والتكفل والعلاج مع ضمان سبل التتبع. وشنا بأنه كان عندنا واحد نقص في الريشيرش سيونتيفيك، وهذا هو يمكن نخدمه فيه احنا والإخوان ديالنا ديال القطاع العام والقطاع الجامعي والقطاع العسكري. كذلك ما كيناش من انفورماتيزاسيون ديال لي دوني، سو كي في لي دوني دائما اللي تيتعطاو فهما تيبقاو مقتصرين على لي دوني ديال القطاع العام، وانه ما كاينش لي دوني ديال القطاع الخاص. فاش نمشيو مثلا في المنظمه العالميه للصحه دائما تينقصونا، وهاد لي دوني خصهم ولا بد نعرفوهم باش نعرفوا كيفاش نديروا المخطط ديالنا مع الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط، ولا الناس اللي عندهم السكري، ولا الناس اللي عندهم السرطان. واخا تنعرفوا بانه دار واحد الريجستر، ولكن خاص ولا بد الاشراك ديال الاطباء ديال القطاع الخاص. نعم، بطبيعه الحال غادي نرجع لك السي عفيف باش نتكلموا على شنو اليوم غادي يربحوا الاطباء من هذه الاتفاقيه اللي وقعتوا مع وزاره الصحه. اولا كنرحب بالحبيب كروم اللي هو رئيس الجمعيه المغربيه لعلوم التمريض والتقنيات الصحيه اللي التحق بنا الان. مرحبا بك سي كروم. مرحبا بك. مرحبا بك تحيه للضيوف الكرام. نعم الدكتور منتظر العلوي، انتم يعني الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، صدرتوا مؤخرا واحد البلاغ اللي هو وصف ببلاغ ناري في حق يعني الحكومة او في حق وزارة الصحة لعدم التجاوب ديالها مع المطالب ديالكم. اليوم بغينا كسي منتظر العلوي تقولينا الان شنو هي المطالب اللي ديال الأطباء، وشنو اللي حقت لكم الحكومه وشنو اللي بقى ما حقتش لكم؟ نعم، مره اخرى ارحب بكل الضيوف والمستمعين. مرحبا. شكرا مره اخرى للدعوه. لبسط ملفنا فهو ملف طال في الزمان. بالنسبه للبلاغ الاخير فهو بلاغ حول مستجدات ملف طلبي، كما هو معلوم اننا منذ تقريبا على الاقل نقول من 2011 وملف الاطباء يتراوح مكانه بين الوعود وتحقيق المطالب المشروعه، وعلى راسها تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال في القطاع العمومي بما يحفظ كرامه المشتغل والاطباء والاطقم، وبما يحفظ ايضا كرامه المواطن. وايضا الرقم الاستدلالي 509 كاملا لرد الاعتبار الدكتوراه في الطب لتتوازى يعني مع الدكتوراه الوطنيه، لان للاسف ليس هذا هو الحال. وهناك مطالب اخرى من قبيل درجه حقوق خارج الاطار الى مطالب اخرى، ولكن هذا الرقم الاستدلالي وتحسين ظروف الاشتغال يعني والدرجه حقوق خارج الاطار يعني خط احمر ولا رجعه فيه، ويعني نقاط استعجاليه. بعد توقيعنا الى جانب السيد الوزير الحالي يوم يعني توقيع اتفاق مبدئي نصه انه انعقد يوم الخميس 6 غشت 2020 في مقر وزاره الصحه بين السيد وزير الصحه وممثل النقابه المستقله لاطباء القطاع العام في اطار مناقشه الملف المتعلق بالاطباء والصيادله وجراح الاسنان في القطاع العمومي. وبعد عرض قيم السيد الوزير ونقاش مستفيض وبناء اتفق الطرفان على ما يلي: اولا قبول تخويل الرقم الاستدلالي 509 مع التعويضات المناسبه والعمل على الاجراءات في اقرب الاجل. نعم جميل. وبيان سور كاين استئناف الاجتماعات، هذا في اقرب الاجل هو النقطه التي افاضت الكاس، حيث لمسنا انه بعد تعدي الشهر والملف ديالنا مشى بين اروقه وزاره الماليه، وبعد ان يعني اكد لنا السيد الوزير بانه الملف ديالنا الاطباء اونفان يعني استبشرنا خيرا بانه قبل من لدن رئاسه الحكومه ووزاره الماليه بعد هذه النضالات ديال 10 سنين تقريبا واربع سنوات من دون انقطاع، استبشرنا خيرا. واذا به لمسنا بان الملف بقى تقريبا في الرفوف، ويعني ما يمكنش من بعد شهر اكثر من اربعه اسابيع ولم يعني لم نلمس اي تحرك في الاتجاه من اجل التفعيل. وهكذا يعني استصدرنا البلاغ
من يعني لشرح الوضعية ديال المستجدات، حيث أنه لا يمكننا أن يعني أن نسمح ولا يعني يعني باش نسمحوا في التراكم النضالي اللي نضمنا من أجل ملفنا المطلبي، وهو مشروع أمور مشروعة لا نطالب ب يعني وضعية حسنة ونطالب بتزيين الوضعية، فإنها مطالب مشروعة لأنه وحنا نعملوا في ظروف صعبة يعلمها الجميع حتى المواطنين. وفي هذه الأونة الأخيرة أنتم تعلمون بأن الأطقم الصحية وعلى رأسها الأطباء اللي هما محور المنظومة الصحية وقطب الراحة في هذه المنظومة فقد أبلينا البلاء الحسن، وكنا في المناطق يعني في الصفوف الأمامية لمحاربة جائحة كورونا، وماشي غير جائحة كورونا من قبل وحتى من بعد، احنا دائما في الدفاع عن صحة المواطنين، وحنا لا نمن على هذا المواطن، المواطن هو راه منا وحده إليه، راه عائلتنا، نحن هذا واجبنا نقوم به، وبالتالي يعني تنكر لملفنا، وهذا أقل ما يمكن أن يكون من تحفيز. أما التحفيزات التي يعني جبدات في الآونة الأخيرة وأسالت المداد، يعني نحن لا نرى في هذه التحفيزات إلا الفتات، تحفيزات أن الأطباء والأطقم كلها ساهمت في صندوق كورونا باقتطاعات شهرية، نعم سيدي، وكذلك منعنا من الاستفادة من العطل يعني الصيفية، ويعني مشينا للقدام وما كنقولوش أح وكنزيدوا للقدام، وهذا الشيء سنوات وحنا كنطالبوا بحقوق ماشي بتزيين وضعية، وللأسف يتنكروا لنا. وفين التحفيزات؟ احنا التحفيز الحقيقي الأساسي هو تحقيق الملف المطلبي، ونؤكد الآن من خلال إذاعتكم هذا الندوة الموقرة أنه لن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا وملفنا المطلبي الاستعجالي والذي طال زمانه. وللأسف نطرح سؤال عريض وطويل وكبير، من يقف ضد مصلحة الطبيب يعني والملف المطلبي ديال الأطباء على الصعيد الوطني، خاصة بالقطاع العمومي؟ القطاع العمومي قد يعني برهن على أنه هو يعني العمق الاستراتيجي ديال السلم الأمني والأمن الصحي ديال بلادنا، يعني مع كل احتراماتي لجميع الأطقم المتدخلة من القطاع الخاص والقطاع العسكري، يعني كنشكر الجميع، ولكن يعني أظهرت بأن القطاع العمومي للصحة هو راه قطب الراحة، هو عليه المرتكز، وهو يعني وأنتم تعلمون، والجميع صفق لذلك، يعني حظينا بالتصفيق والتشجيع والاحترام من لدى الجميع وفي العالم، لكن في المغرب قد حظينا كذلك بالتنويه من أعلى سلطة في بلادنا، ألا وهي الشكر والتنويه والتقدير من طرف صاحب الجلالة نصره الله، ولكن نعم. الحكومة لم تلتقط هذه الإشارات للأسف، وكيبقى الملف ديالنا مازال يخضع للتسويف، ولكن احنا نؤكد بأننا لن نخضع لهذه يعني التلكؤات والتعطلات والتأخرات من لدى الحكومة المغربية. كما الطبيب قام بالواجب دياله ويعني الواجب دياله قام به، فالحكومة عليها واجب أنها تؤدي للطبيب ويعني الحقوق ديالو المهضومه، وكاين نعم ملف مطلبي مازال طويل وعريض. نعم سي العلوي، غادي نرجع لك لان هادشي كلشي اللي كتقول هو من حقكم، وكنعرفوا باللي الاطباء ديال القطاع العام فهما يعني كيف كنقولوا باللغه الدارجه هما انهم كلاو العصا مزيان، ولكن يعني نتمنى ان شاء الله على ان وزاره الصحه تلتفت لهذا الملف المطلبي. وغادي نمشي للسي حبيب كروم رئيس الجمعيه المغربيه لعلوم التمريض وتقنيات الصحه. ملي كنهضروا مع على يعني على الطبيب سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص، اوتوماتيكمون كنهضروا حتى على الممرض. اليوم كاين هناك يعني جيش ابيض من الممرضين ايضا اللي هما بلاو البلاء الحسن في جائحه كورونا، وحتى هما يعني حتى هما كلاو العصا مزيان بحالهم بحال الاطباء. اليوم السي كروم، ف شنو هي انتظارات الممرضين اليوم من وزارة الصحة؟ سي كروم. وي استاذ، اعيد السؤال، جاتني واحد المكالمة تقطع الصوت. نعم قلت على ان يعني الحديث على الطبيب هو ايضا كيوحي يعني حتى الحديث على الممرض، لان مجموعة من الممرضين يعني كلاو العصا هما في جائحة كورونا، وكانوا حتى هما يعني في الصف الامامي الى جانب الاطباء. فاليوم الممرضين اشنو كيتسناو من وزارة الصحة؟ اولا على ذكر المعاناه ديال فئات الممرضين وتقني الصحه الى جانب زملاء الاطباء وكذلك الاطر الاداريه التي تشتغل بالمؤسسات الاستشفائيه والوحدات الصحيه،
هنا أول طلب أتقدم به كرئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض إلى السيد وزير الصحة ولا وزارة الصحة والطاقم المدراء خاصة مديرية الأوبئة، نطلب منهم بإعطاء إحصاءات لعدد الممرضين ومهني الصحة بصفة عامة الذين أصيبوا بهذا الوباء وعدد الوفيات في صفوفهم على غرار مجموعة من البلدان العالم، لأن في الأخيرة المهني الصحة يتصابوا بواحد الطريقة بواحد الوتيرة بواحد العدد درا مخيف ومقلق، ماشي تنضخموا في الأشياء، ولكن انا راه فين ما ضرت فين ما دزت تيقول لي واحد راه ما تصاب هنا واحد تصاب هنا واحد هنا، داك الشيء راه ولا خطير جدا ومهول داك الشيء. هاد الارقام ديال الصفوف مهني الصحه وما عندناش حتى رقم رسمي، هناك تقديرات على حسب المهني الصحه وما تيقولوا واحد العدد، ولكن داك الشيء ما يكونش صحيح، لان على صعيد التراب الوطني هناك مجموعه الاصابات اللي ما يمكنناش نعرفوهم، وكاينين مهني الصحه اللي تيتصابوا ما تيبغوش يقولوا بان راه تصابوا، لهذا الرقم حنا اللي تنتسناوه يصدر من مديريه الاوبئه بامر السيد وزير الصحه يبداو يعطونا هذه الاحصائيات، اولا باش الناس نعرفوا العدد ديالنا اللي تصاب، واولا باش يعرفوا حتى الخطوره والحجم اللي تيتعرضوا ليه هاد المهني الصحه، حتى في التراكع مثلا الا مشينا للملف المطلبي لا ديال الاطباء ولا ديال الممرضين ولا الاداريين، الا مشينا تنتفاوضوا، لان راه المشكل ماشي في وزاره الصحه. حنا انا دابا راه اليوم جيت من اجتماع ديال اللجنه المركزيه، خليته مازال ما ساليش باش نلتزم في الاجتماع، اليوم كاين اللجنه المركزيه على الحوار الاجتماعي اللي تيضم خمسه ديال جميع الفرقاء الاجتماعيين، باش درنا الاولويات باش نحيلوها على اللجنه ديال القياده باش تصدق باش يمشوا يتفاوضوا مع الماليه. هذه الارقام هذو غادي تنفعنا حتى في التفاوض، مثلا الا مشينا نتفاوضوا على منحه ديال الاخطار المهنيه والتسويه ديالها والرفع منها لجميع فئات مهني الصحه، خاصه لتزامنها مع الجائحه ديال كورونا وهذا الظرف الاستثنائيه اللي بالرغم من نقص حاد في الموارد البشريه ديال الاطر ومهني الصحه، من بالرغم من ظروف العمل، بالرغم احيانا ماشي في جميع الجهات والاقاليم، تلقى بعض النقص بعض الاليات وبعض المواد وبعض الاختصاصات سواء الطبيه او التمريضيه، لهذا اؤكد على هذا الرقم ديال مهني الصحه اللي تصابوا بكورونا وعدد الوفيات ديالهم مهم جدا، لان غادي يساهم في التراكع على الملف المطلبي ديال جميع مهني الصحه من اطباء وممرضين وايضا. نعم نعم سي كروم، طبعا يعني في الاحصاء ديال عدد الممرضين خصو يكون هو اول حاجه، وكنعرفوا لانه كاين ممرضين وكاين اطباء اللي هما تصابوا بالوباء لا في المغرب لا في باقي دول العالم، وكنتمنوا على انه يكون مزيد من الوضوح ومن الشفافيه يعني في اعطاء رقم ديال الاصابه ديال الممرضين وديال الاطباء. سي مولاي سعيد عفيف، انا كنعرف بلي عندك التزامات، يعني عندي معك واحد جوج الاسئله ولا ثلاثه ضروريه. اول سؤال هو اليوم بعد التوقيع ديال هذه الاتفاقيه هذه مع وزاره الصحه، الاطباء اشنو غادي يربحوا منها؟ اولا حنا كما جاء على لسان لا السي العلوي المنتظر ولا السي كروم انه الطاقم الصحي فيه اطباء فيه ممرضين فيه كل شيء، وتنعرفوا بانه خاص ولا بد يكونوا تحفيزات بيان سور عند الناس ديال القطاع العام، بالنسبه للناس ديال القطاع الخاص خاصكم تعرفوا، والحمد لله اللي صاحب الجلاله جاء في الخطاب ديالو ديال العرش على التغطيه الشامله والتغطية الصحية في غضون سنتين ابتداء من 1 يناير 2021، وخصكم تعرفوا بانه كاع اون في بارتي ديال لي زانديبوندون، ما عندنا لا تغطية صحية ولا تقاعد، وتنعرفوا بانه اطباء من عندنا حنا من شعير مرضوا ولكني توفوا الله يرحمهم ويوسع عليهم في النار، وهذا اللي تيتوفى من القطاع الخاص كما تنقولوا بالدارجه مشات على عين ود بابا، ما يخليه حنا بعض الاخوان راهم هما اللي تكلفوا مثلا
الاولاد ديال هاد الناس ديالهم باش يكملوا قرايتهم. اذا كاينين مأساة اللي تعيشوها الاطباء ديال القطاع الخاص، ناهيك على انه فجت هذه الجائحه الناس يخافوا يمشيوا لعند الطبيب. دونك راه وخصوصا في الشهور الاولى ما كانت لا خدمه لا والو. دونك هذا الشيء كلشي تيقول بانه خاص تكون هذه الحمايه ديال، وهذا اول ملف مطلبي ديالنا هو الحمايه الاجتماعيه اللي فيها لاسيورونس ولا روتريت. وكذلك باش يكون واحد البارتناريا بوبليك بريفي ولكن ايجابي وما يبقاش غير في الوراق، باسكو خصنا نعرفوا بانه التجمع النقابي للاطباء الاخصائيين حصل ليه الشرف انه يوقع امام صاحب الجلاله في 2008. من 2008 دابا حنا السي العلوي تيهضر على 2011، حتى حنا راه 2008 حنا تنتسناو. والقضيه ديال التغطيه كان راه من 2013 وحنا تنتسناو وداز ومازال ما كاين. اذا هذا التعطل ما خصوش في الاصلاح ما خصوش يبقى. ورات لينا هذه الجائحه بانه قد ما تنتعطلوا قد ما تيكون عندنا المشاكل لحقاش انها انه فاش الا تعطلنا ما نديروش الكشف ولا تعطلنا ما بداش الدواء الناس راه تيوصلوا لسميتو الانعاش. فاذا الا بغينا نحافظوا على الاطقم الصحيه ديالنا تبقى لنا في المغرب، راه حنا مثلا غير 2019 راه 650 طبيب هجرات، وشحال كاع تيتخرجوا من عندنا حنا 2000 ولا 2200 من كاع الجامعات، الا مشات منها 650 وعندنا 10000 طبيب على برا. هاد 10000 راه ما غاترجعش في الظروف طبعاً. واحد كما قال السي العلوي اللي خصو 9 سنين و10 سنين باش يولي طبيب ديال الطب العام وتخرج تعطيه داك القدر اللي هو 8000 درهم، راه هادشي ما تيدخلش العقل. اذا خاص ولا بد تكون التحفيزات. حنا شفنا مثلا في فرنسا راه عادت النظر وزادت لهم في سميتو المنحه الشهريه ديالهم، والتحفيزات كانوا خصهم يفكروا فيها لهاد الناس اللي في الصفوف الاماميه. تنهضر على الناس ديال القطاع العام، لحقاش كنا ولا بد في عائلتك كان طبيب ولا ممرض في القطاع العام وتتشوفوا التكرفيس اللي فيه. وكما قال راها هذه 7 شهور وهما واقفين. انا عندي الابن ديالي اللي في الانعاش تيدرس الاختصاص في الانعاش، راه 7 شهور هذه وما خدا لا عطله لا والو، باقيين لحقاش تنعرفوا اطباء ديال الانعاش مثلا القانون واللي اللي تقول المنظمه ديال الصحه العالميه هو 20 في كل 100000، حنا عندنا 2 في كل 100000. شو شحال الفارق ما بين 20 وما بين 2؟ اذا فرق كبير بطبيعه الحال. هذا الشيء عندنا راه ما يمكنش، راه ماشي غادي نعلموه في شهر ولا في شهرين يولي طبيب ولا يولي ممرض. دونك هاد الاطقم تنوجدوها، وهذيك المبادره اللي كان دار السي جطو ديال 3300 طبيب راه ما نجحاش ما وصلنا ليهاش. اذا خصنا نعرفوا الحمد لله راه تزادوا كليات ديال الطب، ولكني خاص ولا بد وما نحتاجوش كما قال السي كرو ما نحتاجوش انهم نعطيهم العدد ديال الناس اللي تصابوا. راه كلشي يشوفوا على شكون تيداوي هاد الناس اللي راه كلهم في التزايد، شكون تيداويهم؟ راه تيداويو مع هاد الاطقم الطبيه لا من القطاع العام خصوصا ولا من القطاع الخاص. اذا هاد الناس ما نحتاجوش لهاد الناس اللي في الحكومه الموقره ديال صاحب الجلاله اننا نقولوا لهم راه تيشوفوا بعينيهم. اذا خصهم اول ما يباشروا به، بيسك دابا فاش وقع هاد المشكل ديال الصحه كلشي وقف ولا عندنا الاقتصاد مدور ولا عندنا، اذا القطاع ديال الصحه ما بقاش قطاع اجتماعي واستهلاكي ولكن ولا قطاع انتاجي، وخصنا نشوفوا ليه بهذا المنظر ديال انه قطاع انتاجي، واننا نتهلاو في هاد العاملين ديال القطاع الصحه. لحقاش شي كل مرض راه تنضروا غير عندهم هما اللي هذاك. وحنا تنعرفوا بانه المنظومه الصحيه بالعلال ديالها راه واجهات هاد الشيء، واننا الحمد لله الوفيات راهم تيبقاو في 1.8%، انه المسائل في الانعاش حتى شي واحد ما بغى البلاصه ديال الانعاش وما لقاهاش لحد الان. اذا
كاين واحد بزاف ديال الحوايج اللي مديورين من طرف الطاقم الصحي، فايدا خاص الحكومه تاخذ بعين الاعتبار كاع هاد المجهودات اللي مديورين والاطقم لا في القطاع العام ولا في القطاع الجامعي ولا في القطاع الخاص باش تحسن الوضعيه ديالها. نعم، وايضا حنا يعني كنتمناو على ان الحكومه تشوف بعين الاعتبار هذه المسائل كلها اللي ذكرتي سي عفيف، وطبعا في الاطباء سواء في القطاع العمومي ولا القطاع الخاص او حتى الممرضين فهم يستحقون افضل ما هم عليه الان. سي منتظر العلوي نكمل الى جات نعم. خاطرك نعم نعم سعد، واحد جوج ديال الحوايج مهمين. اولا نعم. بالنسبه للدخول الدراسي احنا قلنا هنا تنهضر كطبيب الاطفال، احنا عطينا ونعطيكم ارقام اللي عطتهم لنا المديريه ديال الاوبئه اللي هما تقاس تقريبا واحد شي شويه زايده على 1400 طفل في المجموع، اذا 2.8 ولا 3% بانه يلاه طفله وحده اللي كانت عندها في الاول اللي كانت عندها 17 شهر هي اللي توفات واللي كانت في وجده وكان عندها قصور كلوي وكان عندها مشكل ديال التغذيه دي نيتريسيون، انه لحد حتى شي طفل من الناس اللي قل من 15 سنه ما توفى انه ما كاين دابا لحد الان حتى شي واحد في الانعاش. فهذا تيقول بانه ورحنا شنا بانه الاولياء ديال التلاميذ صوتوا، وهذا مزيان اللي عطاهم السيد الوزير الاختيار، صوتوا ب 80% باش يكون حضوري. لحقاش شنا بانه هاد الوليدات حنا ولا عندهم القلق، رجع لهم التبول الارادي، ولا عندهم اكتئاب، راه الاناليز اللي دارت وليفالواسيون اللي دارت البروفيسور غزلان بن جلون اللي هي الرئيسه ديال القسم ديال البيدوبسيكياتري، انهم شافوا بانه ضعف العدد ديال لي تونتاتيف دو سويسيد ديال الانتحار، محاوله الانتحار بسبعه الخطرات ديال الاطفال اللي عندهم فوق 12 سنه. اذا فكاين واحد الضغط سيكولوجي على هاد الاطفال، وتنعرفوا بانه الاطفال ماشي خصهم التنميه ديال الشخصيه ديالهم غير المحيط العائلي، ولكن خصهم المحيط المدرسي. فاحنا تناديو من هنا انه يكونوا اجراءات مقادين باش يمكن هاد الاطفال يرجعوا للدراسه ديالهم، وايضا تنحييو سميتو البادره الاخيره ديال الوزراء انها دير جميع الادويه بما فيها الهيدروكسيكلوروكين في الصيدليات باش ما يكونش واحد التعطل، وبانه يكون واحد التعاون ما بين الاطباء وديال القطاع العام والقطاع الخاص لتتبع هذه الحالات اللي تيتشافوا في المنزل. شكرا. نعم غادي لا غادي نرجع لك في سؤال يعني اخير ومهم جدا، غادي نرجع لك بعد قليل. غادي نتكلموا على كورونا. ف سي منتظر العلوي قلتوا على انه يعني قدمتوا الملف المطلبي ديالكم من 2011 وانتم كتقاتلوا عليه، ولحد الان يعني كطرح تساؤل هو من يقف يعني امام هاد او عقبه امام هذا الملف المطلبي ديالكم. واش هذا الملف المطلبي خلى مجموعه من الاطباء كان سبب في ان مجموعه من الاطباء يهاجروا خارج المغرب؟ نعم، شكرا لهذا السؤال. فعلا هو صميم الموضوع، لانه نحن ما فاتئنا في نقابتنا المستقله لاطباء القطاع العام ان لقينا نقص الخطر منذ مده على يعني تهاوي المستوى ديال الخدمات الصحيه نظرا لانعدام يعني الشروط العلميه للممارسه الطبيه، يعني بداك الشيء باش كنطالبوا بتحسين ظروف الاستقبال، ظروف الاشتغال باش تحفظ لنا الكرامه لنا والمواطن كما جاء في دستور 2012، كذلك نقص التجهيزات الى غير ذلك، وحتى النقص العددي في هذه الاطقم الطبيه في عهد الوزير الحالي قدرها في بدايه عهده 32 طبيب محتاجينها المنظومه الصحيه، 32000 و 58000 ممرض على مستوى المنظومه الصحيه، يعني تقريبا المجموع راه شي 100000 الا بغينا ندخوها، ولكن التكوينات صعيبه. اللي بغيت نقول هاد الظروف الصعيبه، ويعني وحنا كنخدموا باطقم اقل والواحد منا يعمل عمل اربعه وخمسه، الضغوطات مرتفعه خاصه مع الكوفيد، ويعني هادشي اللي كتعرفوه جميعا.
فيعني يعني كانت الضغط على هذه الأطقم، ويعني ثم انه كان طالبوا بتحقيق المشروع، يعني الملف ديالنا المشروع، يعني ماشي زعما شي تحسين وضعيه باغين شي حاجه زائده، لا حنا حقوقنا ضائعه نطالب بها، يعني الاعتراف يعني كما نقول. دونك فيما يخص الخمس الرقم الاستدلالي 509 كمدخل لمعادله الدكتوراه الطب في الدكتوراه الوطنيه ودرجتين يكفيك، وكاين مشاكل اخرى في الانتقالات، فبالتالي كنقول لهم حقنا هذا الملف ما بغاش يتحقق. في عهد الوزير السابق سنينا على اتفاق 21 جنبير 2015، لكن للاسف لم يفعل، وقد نصب نفسه في الوزير سمحه الله حين ذاك فيما بعد نصب نفسه ضد مطالبنا. في عهد الوزير الماضي يعني سي انس ابلى البلاء الحسن وقدم ملفنا الى الوزاره الماليه لغير ذلك، لكن كما هو الشأن حاليا يظهر لنا انه ان ملفنا المطلبي يعني يقع ضحية تجاذبات سياسية ما بين الأطراف الحكومية، وملفنا المطلبي كيوقع ضحية للتماطلات، والتي حتى ياخذ شي حد شي تلوين معين ياخذ الحقيبة ديال الصحة وتحقق على يديه يعني المطالب هذه. هذه هي اللي كنرفضوها. احنا نقابة مستقلة على الأحزاب والمركزيات، نطالب بحقوق، أقول حقوق وأؤكد عليها، حقوق مهنية صرفة ما فيهاش تجاذبات سياسية، وبالتالي نحن عاود بهذا وبالتالي كنقول لك قلنا لهم حقنا الملف المطلبي، لا حسنوا ظروف الاشتغال والاستقبال، لا عطيونا دخونا زيدوا في الميزانية باش تولي ظروف العمل مهمة، لا ما كاين غير لا. إذا كنقول لهم كاين واحد الخيار آخر، عطيونا الاستقالة ديالنا، كاين خيار سهل ما غادي يعني يحملش الميزانية الدولة شي حاجة كثيرة، بالعكس غادي ترتاح. عطيونا الاستقالة ديالنا، ما يفوق على 1500 استقالة كانت بطريقة جماعية، وهناك استقالات فردية، وهناك من ذهب إلى المحاكم وقد أنصفته، ولكن يعني نظرا للمصلحة لا تفعل ذلك وزارة الصحة. وبالتالي كيبقى واحد الخيار آخر هو هجرة الأدمغة إلى الناس كي يذهبون ويرحلون إلى عوالم أخرى، حيث يتم الاعتراف بالكفاءات ماشي يعني الولاءات، بالكفاءات أقول، ويسطع نجم الكثير منهم تحت ذيك الظروف يعني الرائعة ديال العمل في ميادين مختلفة ماشي غير في الطب، لكن الأطباء كما قال مولاي سعيد أنه تقريبا واحد 7000 أو ما يزيد 7000 طبيب في الخارج غير في فرنسا وحدها، فرنسا فقط. نعم للأسف هذا طبيب مغربي يعني الهجرة الأدمغة. الناس كتقول لهم أعطيني التقاعد، ما كيتعطيش التقاعد النسبي. الاستقالة راه كيطلبها الإنسان بعد كيخدم أكثر من 22 سنة وكيقول لهم أعطيني استقالة، يعني ما غادي تعطيني حتى شي تعويض ولا تقاعد، وما كيعطيوهلوش. واخا الناس كيتسالوا الانتقال من تقريبا 2018 كيتسناو المعوض، من 2019 كيتسناو المعوض، واش هما الذنب ديالهم؟ ما كاينش المعوض، ما كاينش معاه تخدم في مناطق بعيده، كاين مآسي اجتماعيه، كاين تفريق ما بين العائلات والازواج والابناء ديالها. هذا قطاع الصحه العمومي حقيقه كيعيش مآسي، دقينا عليه نقص الخطر، يعني الميزانيه ما ارتفعتش بطفيف 10% الميزانيه القديمه، الميزانيه القديمه وبالتالي لا يكفي، ما وصلناش للعتبه 10 او 12% كما تقول وزاره يعني منظمه الصحه العالميه. كاين وعود، يعني السيد الوزير الحالي قام بدوره وقد يعني راقبنا المساله ورافع على ملفنا المطلبي وادى يعني توصل لوزاره الماليه، لكن هناك يعني هذه تقريبا شهر ما كاينش ان فيدباك، لهذا قمنا بهذا البلاغ حول مستجدات الملف المطلبي بالشفافيه مع القواعد ديالنا يعني للضغط، واننا لسنا مستعدين لان ننسى ملفنا المطلبي وان ننسى التراكمات النضاليه اللي قمنا بها، مستعدون كما نحن مستعدون لتلبيه نداء الوطن والمواطن في الدفاع ضد جميع الامراض والافات ماشي غير كورونا، ودائما وابدا من قبل وحاليا ومن بعد نؤكد هذا، وهذا واجبنا ماشي منا على الله ولا على اي احد، ولكن كما كنقوموا بالواجب ديالنا الحكومه عليها ان تقوم بواجبها والالتزام بالتوقيعات. وقعنا في عهد الوزير الوردي، وقعنا كذلك في اكتوبر مع الوزير انس الدكالي، والان كذلك مع الوزير الحالي وهو من التقنقراط،
ولكن للأسف ما زال هناك التجاذبات السياسية التي تجعل من ميركين المطلبي ضحية التجاذبات هذه. إلى متى؟ من يقف ضد مصلحة الطبيب والميركين الطبيب؟ للأسف. نعم. للأسف منذ مصلحتي راه على راسنا وعينينا المواطن ديالنا. احنا احسن تشريف واحسن تحفيز هو يعني التحفيزات يعني الاحترام والتصفيقات اللي سمعناها من المواطنين وربما التفوا حول يعني تعاطفوا على الملف ديالنا طبيعي الحال في هذه الاونه هذه ديال الكوفيد. واعلى سلطه في البلاد كذلك صاحب الجلاله نصره الله، ولكن الحكومة عليها أن تستجيب. وهذا من الفلان طلبية طال أمده، يعني لن نسكت عن إلى أن يتحقق من الفلان طلبي. نعم. وهو مشروع وهذا آخر. نعم. الكلام ديالك واضح وكلام جميل جدا، هو دعوة صريحة لوزارة الصحة أنها تشوف يعني من حال هاد الأطباء ومن الملف المطلبي ديالكم، وعلى الأقل على الأقل تحقق واحد 70% أو 80% يعني في هاد الملف. ومعروف على أن يعني الأطباء يعني بإنسانية ديالهم حتى مرة ممكن على أنهم يصبروا واحد السنوات أخرى إلى باش تكمل يعني الملف. السي كروم، اليوم واش كتشوف يعني كنشوفوا كيفاش الاطباء يعني والمعاناه ديالهم سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وخصوصا هنا كنتكلم على الاطباء ديال القطاع العمومي اللي هما كيستقبلوا المرضى ديال الكورونا في هاد الاونه، بلا ما نذكروا يعني مرضى الامراض الاخرى اللي تا هما يعني الله يحسن عوانهم. ملي كنشوفوا الاطباء كيعيشوا هاد الوضعيه هذه، فما حال زعما الممرضين؟ واش كتشوف على ان وزاره الصحه عندها اراده سياسيه لتقبل الملف المطلبي ايضا ديال الممرضين؟ سؤال وجيه يا استاذ العزيز، ولكن لابد من تسميه الاشياء بمسمياتها. بطبيعه الحال انا بكل صراحه كانت عندي الفرصه نتبع هذه الملفات عن قرب وتداول مع مدراء مركزيين، واجتمعنا بالسيد وزير الصحة، ليس السيد وزير الصحة يختار ولا أنس الدكالي ولا الوزراء كلهم يتعاقبوا غالبا وبشهادة، وجميع الإخوان غادي يرعدهم مجلس الدكتور المنظري وجميع الفرق الاجتماعيين التي اجتمعوا مع الطاقم الوزاري. نعم طبعا الحال المشكل ماشي في وزارة الصحة، إلا بقينا تنقولوا المشكل في وزارة الصحة راه تنكذبوا على أنفسنا. المشكل في الحكومة. وأنا نعطيك واحد المؤشر، أنا شخصيا باسم الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنية الصحية راسلنا رئيس الحكومة، ماشي رئيس الحكومة من فراغ راسلنا السيد وزير الصحة، لا. حيت عارفين شكون هو المسؤول، مشاو قطعوا في الظرف أوج الجائحة، الحكومة مشات قطعت المهني الصحة في الوقت اللي تنشوفوا في طاليان وفرنسا، ماشي عطاو مناح، زادوا في الأجرة ديال المهني الصحة في مجموعة ديال البلدان. حنا تنجيو للأسف، أنا تنقول الله أعلم، وقيل البلد الوحيد اللي دار هذه العملية هي الحكومة ديال العثماني، هي اللي مشات قطعت الناس في واحد الوقت اللي خصهم تحفيز، واحد الوقت اللي كانوا هما كل شيء تيشيد بهم، وتنجيو تنقطعوا لهم باش نساهموا في صندوق ديال كورونا، بالرغم بان صندوق كورونا صحيح الجنرال راه تطوعي ماشي اجباري، هما جبروا عليهم قطعوا لهم من البنبع، وانا غادي نجيك. ودابا حاليا أن الوزارة تعطي واحد المنحة ديال تسماتها منحة ديال الكوفيد في هذه الظرفية الاستثنائية، راه واحلين فيها نظرا للوعاء المالي كان ضعيف، لأن الحكومة ما عطاتهمش ما يكفي من المال باش يحفزوا هاد الناس، إلى درجة أن ربما داكشي اللي قطعوا للناس هو اللي غيقدروا يرجعوا لهم، وعلى حسب الأرقام اللي تصربت وقيلة بعقل، وهادشي غير محفز، وهادشي مؤسف. ليه؟ لأن ما كايناش إرادة باش ما نقولوش الوزارة. أنا دابا قلت لك شفت من اجتماع ديال اللجنة المركزية اللي فيه الفرقاء الاجتماعيين، الوزارة ما تقولش لا، هضرنا اليوم على الممرضين داو سنة من التكوين، قالوا آمين. هضرنا اليوم على الأخطار المهنية بالصيغة اللي بغينا حنا الفرقاء الاجتماعيين، قالوا آمين. اليوم ما درت، هضرنا على سانسون التعويضات ديالو،
نعطيك الارقام مثلا، انا راه عندي الارقام هنايا سانسونوف بشحال غادي تقام. كاينه 100 مليون ديال الدرهم لي زول لي زالوكاسيون ميديكال، لانهم عندهم ديزانتينيتي، عندهم 850 مليون ديال الدرهم ديال لونكادرومون، وعاد عندهم واحد الديمينيتي اضافه درجتين، عندهم 137 مليون ديال الدرهم. تالي غير الملف سانسونوف غادي تقام بواحد مليار و200 مليون ديال الدرهم. عاد الاخطار المهنيه ديال الممرضين وجميع الفئات، وكذلك الممرضين ديال ذوي سنتين متقين، هادو هما الاولويات اللي كاينين دابا في الملف المطلبي. فيما يخص كيف تتعامل الحكومه الوزاره مع مهني الصحه في هذه الجائحه، داك الشيء اللي عندها الوزاره، داك الشيء اللي عندها نقص في الموارد البشريه، عندها ميزانية ضعيفة هزيلة، بالرغم بأن المنظمة العالمية للصحة توصي وتقر بأن الميزانية ديال الوزارة الصحة ستتراوح ما بين 10-12%، حنا عندنا 5.4. دونك هنا جميع المؤشرات السلبية كاينة، عندك ميزانية ضعيفة، عندك موارد بشرية قليلة، عندك جائحة اللي جات على غفلة. تدير تنقول الأطباء والممرضين والإداريين يجب إرادة سياسية من الحكومة، ماشي من الحكومة ككل. نعم، نكمل هذه المسألة. أنت اجتمعتي مع وزارة الصحة، هي قالت لك أمين، صافي صدقك، تمشي تدخل مع وزارة المالية، وزارة المالية حتى هي تقول أمين، رئاسة الحكومة تقول أمين، عاد ترجع عندها، ترجع وزارة الصحة عاد باش تدير ما تصوب المراسم القوانين مشروع قانون، عاد باش لان تيدوز مجموعه ديال لي زيتاب، مجموعه ديال المراحل. وزاره الصحه غادي ما تقول لك راه انا معك، جميع الاجتماعات معك، ولكن حنا خصنا الفوق الحكومه تقول هذه وزاره الصحه راه نعطوها هذه الجوليكاتي، راه على الحكومه ما عرفاش بان عندنا 10,000 طبيب على برا، على ما عرفتش بان الاحتجاجات، راه الاحتجاجات راه تيجيو تحتاجو حدا تيشوفو الاحتجاجات، راه المعلومه راه كتوصل، وراه الناس هادو هما اللي كيحتاجو اكثر، راه اللي يحتاج في هذه الجائحه راه هما الممرضين بطبيعه الحال. نعم، كيحتاجو واش 5000 ممرض ديال السنتين ما نعطوش واحد الترقيه استثنائيه ومقبلين على التقاعد، واللي كاين اللي توفى فيه وكاين اللي كان طيناطو وتوفى ومشى ما استفاد والو، ما يزيد على سنتين مازال ما قدروش يعطوهم واحد البيدجي باش يحلوا لهم المشكل ديالهم. نعم، وللاسف فإلا كان كل شيء يعني كيف قال سي منتظر العلوي قبيله، قال على انه اي حاجه يعني قالوها مع الحكومه يعني كتكون هذه لا هذه لا هذه لا هذه لا. فالسؤال اللي كيتطرح هو انه كيفاش بغيتي الاطباء يخدموا بواحد النفسيه يعني ايجابيه في هاد الجائحه اللي يعني كانت كارثه على مجموعه من القطاعات، بالاضافه الى انه القطاع الطبي اللي كيبقى هو القطاع الاول اللي في الصف الامامي في هاد مواجهه هذه الجائحه، وايضا في هاد الدور كبير عاوتاني اللي كيقوموا به الممرضين. للاسف، وحتى يعني حتى الممرضين يعني ما خاصهمش يعني المحاور الوحيد خصو يكون هو وزاره الصحه، فما خاصش يبقاو يتسناو وزاره الماليه او لرئاسه الحكومه، فوزاره الصحه هي اللي خاصها تكون يعني تقرر في الاول وفي الاخير للاسف. سي مولاي سعيد عفيف، احنا اليوم يعني في ظل الجائحه، في ظل ارتفاع مهول ديال الارقام ديال الاصابات، عندنا تقريبا يعني عندي انا بعض الارقام بغيتك نيت تاكد ليا او تنفي ليا هاد الارقام هذه. عندنا تقريبا 75% اللي هما ما عندهمش كاع الاعراض، وعندنا تقريبا واحد 13% اللي هما عندهم اعراض خفيفه ديال الكورونا، ويعني مجموع كامل هو 89% اللي هما يعني خاصهم يتعالجوا نورمالمون في المنازل ديالهم، ويعني تفك حتى داك الضغط يعني ما يبقاش على المستشفيات العموميه. يعني بما يمكن ان نقول الان هو ان 11% يعني هما اللي عندهم يعني اعراض قويه، او لا يعني كاين عدد منهم يعني حتى في الانعاش. فهاد الارقام اللي كتشوف الان سي مولاي عفيف، شنو التعليق ديالك عليها اليوم؟ هادو هما الارقام المهم فيها، هو ان ما يمكنش نبدلوها،
إذن هادو هما الأرقام اللي شرتي ليهم، وما الأرقام اللي عطات تبارك الله عليك، وما الأرقام اللي عطات وزارة الصحة. ففي هادوك 89% اللي خصهم يداووا في المنزل، خصنا مازال تنشوفوا شكون هما فيهم اللي ما عندهمش أمراض مزمنة، لحقاش هادوك خصهم تكون عندهم واحد العناية خاصة، واللي ما فايتينش 65 سنة، واللي عندهم زعما أنهم عندهم فين يكونوا منعزلين في البيوت ديالهم. الناس اللي ما عندهمش انهم يكونوا منعزلين، فتيوقع الاستشفاء ديالهم واخا عندهم اعراض خفيفه، باش ما يعاديوش اذا كان شي واحد مثلا الراجل واحد ما عندوش عنده اعراض خفيفه وواحد كبير معاه في الدار، فما تتبغيش يعادي داك الكبير، لحقاش داك الكبير ولا غادي يكون مشكله انه يقدر يوصل العناية المركزة ولا الإنعاش. إذن باش يمكن يكون هادشي، يمكن يكون واحد التضافر ديال الجهود، لحقاش تشوف بأنه الأطقم ديال القطاع العام راه عيات. فاحنا ديجا في واحد الندوة افتراضية اللي درنا في 11 غشت، دعينا أنهم الأطباء ديال القطاع العام، الأطباء العامون خصوصا، وكذلك الأطباء ديال القلب والاطباء ديال الجهاز التنفسي، انهم يكون يديروا التتبع ديال هاد الناس اللي في البيوت ديالهم، وهاد التتبع دونك تيكون تحت الاشراف ديالهم، ولكن باش ما يبقاش ثاني واحد التعطل انه تكون جميع الادويه بما فيها الهيدروكسي كلوروكين موجوده في الصيدليه، وتكون واحد لوردونونس اسوش باش تنعرف شكون يخدا وشكون ما خداش. الجميل في الامر هو انه اسمح لي الا قطعتك، هو ان يعني حتى الكلوروكين اليوم يعني يصنع ايضا في المغرب. يصنع مع الوادي، معلومه مهمه اللي شرتي ليها واللي كاينه واللي شر لها السيد وزير الصحه، راه داك الشيء علاش ولا مصنع ولا موجود، ما بقاتش داك لا ريغولاسيون اللي كانت قبل. اذا انت يمكن باش تضعف الصيدليات، وهنا حاجه اخرى اللي كنا طلبنا انه حتى الناس اللي في الصيدليه الا جا عنده شي واحد قال لي ما بقيتش نشم ولا ما بقيتش تنطوق، فتيرسلوا ديك الساعه ديريكت لعند الطبيب المعالج ديالو باش يمكن يدار ليه داك الكشف، باش ما يبقاش يدور ويعادي الناس. واللي الميساج الاخير اللي جات على خاطرك اللي يمكن لينا نعطيو للمواطنين، هو اللي تنقولوا كنا، واللي قال صاحب الجلاله نصره الله، عندنا دابا ريتما لقاو اللقاح اللي نتمناو انه يكون متوفر في شهر دجنبير، ريتما يكون اللقاح. خاصنا هو لابد الاحترام ديال التدابير الوقائيه اللي هي الوضع السليم، الكمامه اللي هو التباعد اللي هو الغسل ديال اليدين بعده مرات باش يمكن سميتو باش يمكن انه اما بالماء والصابون ولا بالمعقم. هاد الشيء لحقاش تنشوفوا حنا مع الاسف انه كاين بزاف ديال الناس ما تيحترموش، وهذا مؤسف، لحقاش هذا هو اللي تيجعلنا انه المسائل الاجراءات اللي تخدات في الدار البيضاء باسكو كاين فيها واحد التصاعد. وهنا هذا هو المرض اللي لا كان الواحد الفرد تيحترم تيكون استدير الاحترام على الفرد ينعكس على الجمع واحد الانعكاس ايجابي، وانه يخلي وليداتنا تاهما يرجعوا للمدرسه، انه يخلي العجله الاقتصاديه ترجع. فهنا تنطلبوا من الناس انهم يحترموا هذه التدابير الوقائيه، راه هي اللي غادي يمكن لها باش تنقص هذاك. لحقاش شفنا انه فاش كانت الصرامه في الدار البيضاء راه ما بقاوش يتزادوا بزاف الحالات ديال الانعاش باش تعرف. ولكن سي عفيف اليوم يعني ما كتشوفش على انه يعني احنا الان مقبلين يعني على دخول يعني دخل يعني فصل الخريف، بالاضافه الى انه فصل الشتاء حتى هو جاي، وهنا يعني مجموعه من الناس اللي هما كيتصابوا بالزكام، وغادي يوقع يعني كنظن واحد الخلط غادي يوقع ما بين ما يبقاوش الناس عارفين راسهم واش فيهم الزكام ولا فيهم كوفيد 19. فهنا كيفاش الوزاره هنا هذه تبارك الله عليك، هي ملاحظه مهمه ومهمه جدا. لحقاش تنعرفوا كما شرتي ليه بانه الاعراض ديال الزكام والاعراض ديال الكوفيد راهما متشابهين بحال واخا في البلايص اللي داز عندهم البرد والشتاء ماشي بحالنا في القاره،
انهم بفضل هذوك التدابير الوقائيه ما كانش عندهم كثير باش تعرفوها. راه مهم انه الواحد فاش يكون داير الماسك وتيغسل يده والتباعد ما تيكونش العدوى كثيره. ولكن راه السيد وزير ديال الصحه اعلن في 25 يوليو واحد من دون افتراضيه انه وزاره الصحه غادي تكفل بال عند الناس اللي ما عندهمش المعوزين واللي من اللي فايتين 65 عام واللي عندهم امراض مزمنه انها غتوفر لهم اللقاح ديال الزكام وغتوفر لهم اللقاح ضد البنوموكوك. وحنا تنسعوا مع الاخوان الصيادله انه هاد اللقاحات في ظرف الكوفيد انه يكون استرجاع ديالهم 100% باش الناس يقدروا يشريوهم من الصيدليه، وهذا غادي ينزل الضغط على الميزانيه ديال وزاره الصحه. نعم. فمن الواجب هذا العام باش الناس ماشي بحال العامات الاخرين يديروا هاد الفاكسان ديال لا غريب فهاد هاد الظرفيه هذه باش ما تخلطوش الامور كما عند الاطفال من دون 5 سنين ولا اللي عندهم امراض مزمنه. نعم، شكرا لك على هذه المعلومات يعني القيمه سي الدكتور عفيف. يمكن لي نسحب الى جات على خطر. نعم، لانه عرفت انا بلي انه عندك يعني التزامات مهمه، فشكرا شكرا لك على الحضور ديالك معنا اليوم ايضا. سي الروم والسي العلوي المنتظر واسمحوا لي. شكرا. نعم، شكرا لك سي عفيف. سي منتظر العلوي، الان احنا في زمن الجائحه وفي وقت اللي الحكومه مازال ما قبلاتش مجموعه من الشروط ديالكم في او لا المطلب ديالكم في المذكره اللي قدمتوا، كيفاش ممكن اليوم تسيروا هذه الجائحه هذه في ظل هذه الظروف هذه؟ نعم، مسيره الجائحه هذا شيء مفروغ منه. قد اعلنا قبل يعني حتى في بدايه الجائحه قد اعلنا عن توقيف الاستقالات. يعني جميع الاشكال الاحتجاجيه قد اعلناها رسميا عبر بيان لتوقفها مؤقتا والانبراء الى محاربه كوفيد او كوفيد 19 يعني الجائحه وجميع الامراض ماشي الا الجائحه، رغم ان الجائحه كانت في المرتبه الاولى وقد اعلنا ذلك رسميا، وهذا شيء مفروغ منه. يعني انا ندافع عن وطنيتنا وعائلتنا، وهذا واجبنا وبدون منا ووطنيتنا فوق كل اعتبار بلا مزايدات، هذا اكيد. وما كنتسناوش التحفيزات من اجل ذلك، وما كنتسناوش زعما التحفيزات كنظروا لها انها فتات، ولكن ولكن هو حقكم يعني كيبقى الحق ديالكم هذاك. هذا الحق احنا ماشي تجاه الجائحه عطلبنا، هذا دليل اننا 4 سنين واحنا بدون انقطاع في نضال مستمر من 2017 وقد شهد هذه الاحتجاجات شهدت تعاقب 3 وزراء في الصحه. يعني من قبل ما تجي الجائحه هذا باش ما نقولوش احنا كنزايدوا ولا كنستغلوا الفرصه لليل. لا بطبيعه الحال ما كايناش مزايدات، لان اصلا هذا الملف المطلبي فهو من 2011 هو يعني نعم 2011 كنحيي واحد الذكرى انت واحد المناسبه عظيمه مسيره تاريخيه للاطباء مازال كنحيوها كل سنه 25 ماي. هذا لن هذا كله كيدفعنا اننا لن نمتني ولن نتراجع عن تحقيق الملف المطلبي ديالنا لانه مشروع، والا راه حنا كنعطيو للحكومه خيار ثاني وهو الاستقالات، واعطيني حريتي اطلق يدي الا ما قضيتيش بيا فالطلاق، واخا هو يعني حلال لكنه مبغوض، لكن اذا اقتضى الحال ما لقيناش الحل. وبالتالي حنا الخيار الاول هو تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال وتخويل الحقوق ديالنا بما فيها الرقم الاستدلالي 509 كاملا وبدون تاخير كما جاء في الاتفاق الاخير واتفاقات كامله، ويعني ودرجتين وجميع النقاط الاخرى اللي ما عندهاش ترتيب مالي خاصها تجي، لان هناك حيف على الاطباء واحد الظروف صعيبه مثلا خاصه الناس اللي عندهم يعني الاختصاصات خاصه ذات الطابع الاستعجالي، هناك يعني والعدد ديالهم قليل فكيقوموا بالعمل ديالهم وفق منظومه او نظام الحراسه والالزاميه، وهذا النظام الالزاميه في الحقيقه لا انسانيه فيه، اللي كيقول الانسان بوحده في اختصاص واحد ويقوم بالحاجيات نتاع اقليمين او 3 اقاليم على حده
ويخدم الليل والنهار ويستر حدو دائما وابدا، هذا راه ماشي روبو، هذا ماشي انسان. يعني واش يعني انسان بضم غادي يعيا واحد الساعه، بل اننا كندفعوه الى ارتكاب ربما اخطاء مهنيه ضد المواطن مثلا، وكنصدقوا ربما نحاكموه ونتابعوه. اذا حنا يعني ندعو بهذه المناسبه الى مراجعه هذه الانظمه اللي كتستعبد الناس اللي قلال بالعدد ذوي الاختصاصات اللي قراو الى حدود 15 سنه من بعد البكالوريا، ومن بعد ما كانوا يعني تلاميذ يعني نجباء يعني، وبالتالي نجازيهم هذا الجزاء. باش قلت لك انا الناس كيمشيو كيهاجروا الضميغه، كيمشيو الى فضاءات تعترف بالكفاءات ويصدعوا نجم الكثير منها هكذا. شوف يعني احنا قلت لك الواجب الى مع الكوفيد ما عندناش مشكل، احنا مازال غير القدام اغرس اغرس اون افون القدام، ما كنتراجعوش وبداش بلا شروط. ولكن في الجانب الاخر من حقنا ان نطالب بحقوقنا، وقد بدانا بالمطالبه بها منذ زمان. ونستنكر هنايا يعني الاستهتار او الاهمال من جانب الحكومه المغربيه بعد ما كيعطيونا الضمانات، يقول لك راه قبلات رئاسه الحكومه ويؤكد لنا السيد الوزير هذا والماليه، ولكن يقع الالتفاف والتعطل والتماطل في الملف ديال الاطباء نظرا للتجاذبات السياسيه السياسويه ما بين الاطراف الحكوميه لشيء غير مفهوم. وهذا هو باش حنا نؤكد في المقابل انه التماطل في هذا الاتجاه لا يحتمل الانتظار. فقد يعني بعثنا الى جميع الهياكل ديالنا التنظيميه جهويا اقليميا عبر التراب الوطني لاجماع المقترحات ديال الاشكال النضاليه اللي نقدروا نستمروا فيها، بيان سور مع الحفاظ على المقدسات ديال المواطن، على احتياجات المواطن، هذا اكيد يعني اكيد كما جرى من قبل. لكن هذا هو السياسه ديالنا، انه يعني في استقلاليه عن السياسه، ولكن الفلسفه ديالنا هو النضال بالتوازي مع العمل والقيام بالواجب. ولكن بطبيعة الحال الحكومة تقوم بالواجب ديالها، الواجب ماشي غير من طرف واحد هكذا. نعم. وحتى يعني حتى الجائحة كان خاصها تكون يعني سبب في تسريع الاستجابة لهذه المطالب ديال الأطباء، ويعني هذه للأسف كنتمنى إن شاء الله تكون هناك استجابة لهذه المطالب هذه، أو لا على الأقل كيف قلت على أنه ممكن واحد 70% أو 80% بعدها غير كمرحلة يعني أولية. سي كروم، اليوم كاينة دعوة إلى ضرورة التلقيح بالإنفلونزا او لا ضد الانفلونزا العاديه اللي هي الزكام، ولكن في نفس الوقت يعني الناس كيتسائلوا كيقول لك على ان هذه الانفلونزا هذه يعني فيها مجموعه من التداعيات الصحيه اللي على المريض اللي غادي يدق، او على الانسان العادي اللي هو غادي يدق هذا اللقاح هذا ضد الانفلونزا. ممكن تشرح لنا اليوم سكروم التداعيات ديال هذا اللقاح هذا؟ الانفلونزا هو ماشي واحد اليوم، هو كل عام تيقول الانفلونزا، واللقاح ديال الانفلونزا راه دارو المغاربه داروه، كل عام كان تيتدار هذا اللقاح ديال الانفلونزا. نعم. تيبداو بمهنية الصحة، وزارة الصحة راه تتوفر المهنية الصحة بالمجان، أنا درتو أنا اللقاح ديال الانفلونزا درتو، غير هو واحد لاخوبي لي فاكسان. نهارشا من قبل الكوفيد فاش كانت الانفلونزا جابوا الباكسان ديالها، كان تخوف بما فيهم يعني الصحه، كانوا متخوفين وشافوا اطباء ولا ممرضين تيقولوا لا نديروا لا نديروش، هذا مساله عاديه تتوقع عاد الاشكاليه. دابا الاشكاليه دابا اللي وقع اولا بعد الانفلونزا راه وقتو باش الوزاره توفر. نعم. الصوت ديالك السي كروم ما واضحش مزيان، الصوت ديالك ما واضحش مزيان. قلت لك دابا تسمعني مزيان؟ دابا مزيان. نعم. قلت لك الانفلونزا اللي سوالي بهذا اليوم هي الانفلونزا كان الفاكسان ديالها وداروا المغاربه وداروا المهنية الصحة، وانا بيرسونيل وداروا غير هو تيكون تخوف من الفاكسان. مع كوفيد نعم. الاسره اللي عايزه بغير ذلك الدب في مخاوف اخر اللي ظهر. نعم. كنظن على ان الصوت ديال الحبيب كروم
رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنية الصحية، يعني كينقطع. هذا هو الخلط اللي واقع. نعم. ولكن تنعرفوا بان انفلونزا الطيارة تتقتل العدد من المواطنين. الالاف يموتوا بالانفلونزا بتتر اكثر من كوفيد يموتوا بالانفلونزا. نعم. تدير هذا الفاكسان خصو يكون، لان بالفاكسان فاش تيديرو تيخصو 14 يوم باش تيعطي المفعول ديالو، وتيدار في واحد الوقت معين، تدير غير شهر 10 شهر 11 هذا هو الوقت ديالو. اللي علاش كاجراء احترازي استباقي؟ لان تنعرفوا المؤسسات الاستشفائيه ديالنا كما تنقولوا ساتوري، تدير غير بهذا الشيء ديال كوفيد دابا. نعم. يعني ما يخافوش منه الناس، هذا اللقاح هذا ما يخافوش منه الناس؟ لا ما يخافوش منه الناس، ودي هو ماشي جديد، راه تدار سنوات وتدي تدار هذا اللقاح. نعم. الانفلونزا بالعكس دابا مع كوفيد يستحسن الواحد يديرو في الوقت ديالو، ويطلع الصحه خاصها توفروا المهني الصحه، توفروا النساء الحوامل، توفروا الناس اللي عندهم امراض مزمنه واللي على زعمهم المزمنين، لان هادو عندهم تكون عند تيتقاسو تيتصابو من اجل لان تزامنا مع الجائحه، لان واحد فاش تيجيو هاد الاعراض ديال الانفلونزا عند المسنين ولا النساء الحوامل ولا النساء اللي عندهم امراض مزمنه مستعجلات. الانعاش وحنا كنعرفوا المستعجلات والانعاش دابا مع كوفيد الطاقة الاستيعابية وشحنة العمل فيها. نعم، يعني كاين مشكل كبير. نعم. نعم. شكرا سي حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنية الصحية، وايضا الشكر ايضا الجزيل للدكتور منتظر العلوي اللي هو الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لاطباء القطاع العام. شكرا لكم على قبول الدعوة. شكرا ايضا لمولاي سعيد عفيف اللي هو رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة. شكرا على الحضور ديالكم معنا اليوم لتنوير الرأي العام مجموعة من المعلومات على يعني على كورونا، ايضا لطرح المطالب ديال الاطقم الطبية والتمريضية، وال يعني نعاودوا على انه نذكروا يعني الحكومه ونذكروا وزاره الصحه بان هاد الناس هادو هاد الجيش الابيض يعني مازال يعني كيتسنى في مجموعه من المطالب ديالو اللي هي عادله واللي هي من حقهم. شكرا لكم، وشكرا لمشاهدي قناه شوف تي في ايضا اللي تابعونا في هذه الحلقه هذه. شكرا سي العلوي. مرحبا. شكرا مرحباً. شكرا ايضا سي كروم، وشكرا ايضا للمولاي سعيد عفيف اللي ايضا اللي غادرنا لانه ملتزم بمجموعه من 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 الامور يعني في هذا اليوم هذا. شكرا لكم وشكرا للجميع. شكرا ايضا للقسم التقني اللي رافقني في هذه الحلقه هذه. شكرا والى اللقاء.